رصدت كاميرا النهار أجواء عيد الأضحى المبارك بالمخيمات ومراكز النزوح في منطقة مواصي مدينة خان يونس، حيث أدى النازحون صلاة العيد رغم الظروف الصعبة التي يعيشونها داخل المخيمات وسط غياب تام لمظاهر العيد المعتاد. مراسل قناة النهار شعيب يوسف رصد لنا التالي. الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين والآخرة خير وأبقى لفي الصحف الأولى صحف إبراهيم. والله يا أخي يعني إيش بدي أقول لك، ربنا يصلح الحال. ما فيش أحوال عيد يعني إلا إنه هذا يعني حاجة بدنا فرض علينا العيد إن إحنا نيجي ونصلي ونعمل شعائر ربنا، لكن بالنسبة لأجواء العيد ما في أجواء عيد بالمرة. إحنا في حالة حرب، اللي ماتوا 50 نفر واللي ماتوا 100 نفر واللي كلنا يعني ما مجروحين في داخلنا، فبس إحنا بنأدي شعائر الله ويوم عادي زي أي يوم، إنما ما في أجواء عيد. وين أجواء عيد وإحنا ناقصنا كل شيء، لا مية ولا أكل ولا شرب ولا أولادنا، إيش نعمل؟ لا حول ولا قوة إلا بالله. بس كل سنة بكونش وضعك أحسن من هيك، الأوضاع مهما كانت أحسن من هيك بكثير. حتى لو في شي مصاري مع الناس تروح تتزور بعض وتلاقي في إيدها أي حاجة، لكن اليوم ما في أي حاجة. العيد السنة فاتت كان أحسن من هيك كثير 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 أحسن من هيك. أنا مش عيد أصلا، هذا مش عيد، هذا مش عيد، هذا الوضع عندنا، هذا الوضع تعبان، الوضع تعبان. لا اكل ذا خالق، لا اكل خالق زي خالق، ولا زي خالق، ولا شرب زي خالق، وميه مش ميه زي لك كمان. بطلع كل يوم الساعه 3 الصبح، هي بطلع 3 الصبح على كل يوم الميه، مره بعد ومره بعد مش كمان الميه. هذا العيد اليوم كيف حيكون؟ ها؟ كيف حيكون العيد اليوم؟ العيد؟ ما تعرف كيف؟ يعني وضع تعبان كثير على الاخر، والله ما ناكل ولا نشرب، ما ناكل نشرب والله. هي حقك تسلم هنا. طبعا الحمد لله أدينا فريضة العيد الشعائر اللي طبعا الحمد لله رب العالمين، لكن منقوصة والحمد لله. الأطفال مش فرحانين ولا يعني فيش أجواء عيد. اللي عنده شهيد واللي مقصوف بيته واللي عنده جريح، الله يكون الناس معين. وضع الناس صعب جدا 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 جدا. يعني والله ابن بنتي بقول لي يابا بدنا نشوف اللحم، شوف مشتهينا. وضع الناس صعب جدا، وحتى اجسامهم ضعفت. لا اله الا الله، حسبي الله ونعم الوكيل، حسبي الله ونعم الوكيل، حسبي الله ونعم الوكيل. احنا اليوم الحمد لله نصلينا، ولكن عندك في غزه يمكن ما صلوش للامانه. استفاعه مع ما سمعنا في مستوى القطاع، يعني من خان يونس تعال جاي، في عندهم علبه فاصوليا بياكلوها، علبه حاجه بياكلوها، لكن في الشمال نسمع ونرى وفي مشاهد عيا من الناس، ما في لا عندهم خبز، صفة عامة يعني. أكلوا العشب في جبال وبيت حنون، لا أكلوا العشب. طول الليل كان خوف، قذائف مدفعية وضرب وصواريخ، وما زلنا أثناء صلاة العيد وإحنا بنشوف الصواريخ بتنزل، وما إلنا غير الله. طبعا خوف شديد، ما في أمان، لكن هذه شعيرة يجب أن نؤديها، ننتظر من ربنا إن شاء الله الفرج. ما في أجواء للعيد بالمرة، نهائي بالمرة. الناس عايشة في على التراب، في خيام، لا أكل لا شرب لا حياة لا شغل لا عمل، كلها ما يكشوا. هذول الناس بتقطع بتدبح، يعني الناس بتضحي على خرفان وعلى عجول، وإحنا بنضحي على شبابنا على أبنائنا. ما ظلش فيش أجواء للعيد نهائي بالمرة.